بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بحب أشكر الأستاذ البني آدم اللي كان بيتكلم من شوية، وأقول له إن أنا يعني هعكم على نقطتين. أول واحدة التشرد الأطفالي. بالنسبة لتشرد الأطفال، أحب أقول إن تشرد الأطفال ده مش موجود هنا بس، بالعكس absolutely التشرد ده موجود على مستوى العالم كله، في عتبة ميدان عابدين الديزة. وأحب أتوجه بالكلام للسيد مسؤول لجنة حموم الإنسان، إن النهاردة الجنيه غلب الكرنيه، ودي أمر واقع النهاردة، فلازم نكون ذات نظرة مبعدية شوية، يعني نكون صحباتها، وإن إحنا نبدأ نفكر يعني إيه هو نضيف اللي سعادتهم بيقول عليه. هم نضيف يعني صعب، لأن إحنا عندنا النهاردة الولد الصغير بالنسبة للتشرد الأطفالي، الولد الصغير بيبقى ماسك كيس البلاستيك وتحت كوبري الملك الصالح، وعمال حاطه على بقه وعمال يشم في كله، يفضل يشد لحد ما وشه بعمل زي فردة الكوشت، ويروح الباب بالليل يشم في رجلين اخواته، فعايز منين الهوا نظيف. فيعني شوفوا لهم حل، ابني لهم بيوت، اعمل لهم سندوتشات حلاوه بالقشطه. وانا من هذا المزنق احب اوجه الكلام للسيد المسؤوم رئيس لجنه حقوق الانسان، ان ان ان, إن, إن لازم قدامكم يكون حل من اثنين تحلوه، يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا المريض بعد النوع ده من العمليات سلوكه بيتغير، يعني ممكن يبقى نقيض، توقع منه أي حاجة عكس اللي كان بيعملها قبل كده ده طبيعي جدا. It's impossible. أنت بتتكلمي معاه كده؟ طب اللي أنا هقوله لك ده ملوش علاقة بالطب. اعتبريه كلام ستات في ساونا. ده جوزك. يعني مفيش حرج من اي نوع. اللي فيه جلابيه حمراء بتلمع، منديل بترتر، حاجه كده احمر في فوشيا. ازاي؟ عارفه؟ انت لو خدتيه وغيرته جوه في اي حته اكيد هتلاقوا مع بعض صيغه احلى. حاولي. اسمع يا حياه قلبي نداء. عملوا متين كاسة مع بعض كلها مأساويات، لازم يموتوا لآخر المسلسل. هو عنيف رصيف من خمسة ده ردنا عند العزيز دي. معلش استنى. لا ايش كناز الوصول دي؟ شاكيناز؟ ايوه انا السجاده ده انت بعتك بيها ولا قفص قرص ولا ايه؟ يعني ايه؟ ايه دي؟ بنتنا شاكيناز. بنتنا والله العظيم. انت نسيت ان احنا مخلفين؟ لا والله انا كنت بعذر بس والله. من عارف يعني. ارجوك اعملها كويس عشان خاطر بليز. حبيب بابا، حبيب بابا اللي كانت وانا مظلمة الدنيا، حبيب بابا، حبيب بابا. ده يجي معاك قوي يا حبيبتي. هي ما بتردش ليه؟ خرصة ولا ايه؟ دي مش بنتنا يا رياض. أما بنت مين دي؟ دي بنت الشغالة بتاعت ماما. معلش ما انا يعني انا برضه قلت يعني انت بيضة وانا بيضة، ازاي نخلف صباع العجوة ده؟ يا سلام الدنيا، يا سلام الدنيا، يا سلام الدنيا، يا سلام يا سلام. تسألني على بيبي؟ مامي عمال صوته اتغير كده ليه؟ معلش تسألني على بيبي؟ انا مبسوطة قوي ان حضرتك خفيت. بونس.
فتذكر القطه دي ادم امبهله يا شقفه زعل. اسمع بوتاجاز يا بوتاجاز. اسمها ايه البت؟ حلقت لي زي ما اكون في حيوان سلابندر قاعد على الارض. انت معودها على كده. انا معودها على كده؟ ايوه. طب اعمل ايه؟ اطلع لها عشان خاطري بليز. اطلعها على طول بليز. قلت لي اسمها ايه؟ شكي. الاسامي اللي عايزه تتلوج دي يا شاكر. التنانين بقى شاطر لمبي رمى في الغوبه. صحى الصبح بقى بعدها بكام يوم كده ساعتين يعني بعدها يعني صحي فلقى نفسه بني ادم تاني مش فاهم اي حاجه. تفتكر ده يبقى ايه؟ ده حمار حاجتك. ده مين ده؟ هو ابو حمار. ذكيه بتدور.